بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أيها الأحبة، أينما كنتم وأينما تواجدتم عبر شاشة أبو ظبي الرياضية، هذه أرق وأجمل وألطف تحية. يا ريت من الزملاء بس اغلق صوت الاستديو شوي لنا عشان نركز مع المباراة. إذا أيها الأحبة الكرام، أيها المتابعون في كل مكان، أينما كنتم وأينما تواجدتم، النصر العالمي يستضيف عميد الجزائر في مباراة مرتقبة ومهمة ومشوقة بكل تأكيد هنا في الملز على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض في نجد العروبة، حيث هذا اللقاء المنتظر واللقاء القوي واللقاء الذي حينما أجريت القرعة ذهبت الأنظار إليه. فعميد الجزائر، مولودية الجزائر، يحل ضيفا على الرياض، وهو ليس ضيفا بكل تأكيد، هو بين أهله وناسه وأشقائه وأرضه، والنصر هو المستضيف لهذه المباراة. وهنا السيد رضوان جيد الحكم الدولي المغربي الذي نتمنى له إن شاء الله، نتمنى لرضوان جيد الأداء الجيد في مباراة اليوم، وإن كان يوصف بالصافرة الصارمة. هذا الحكم المغربي، يساعد هشام آية عبو ويحيى النوالي وسمير كزاز. كامل التوفيق إن شاء الله للفريقين في مشاهدة مباراة إن شاء الله تليق بقيمة الفريقين، فهذا ما خسر أمام أهل جدة بهدفين مقابل لا شيء على أرضية هذا الملعب. النصر يبدأ اليوم بوليد عبد الله في حراسة المرمى، سلطان الغنام، كريستيان راموس، عمر هوساوي، حمد المنصور. هذا العلم الجزائري يزين الجزائريين باعتبار أن هذا النادي مولودية الجزائر أساسا علمه وهو عميد وشعاره ينتمي إلى الأبيض والأحمر والأخضر، وهي ألوان جمهورية الجزائر الشقيقة. أكمل التشكيل النصراوي، عبد العزيز الجبرين وبيتروس ويحيى الشهري ونور الدين مرابط وأحمد موسى ومحمد السهلاوي. هذه تشكيلة طبعا فريق نادي النصر لمباراة اليوم. السيد رضوان جيد سيطلق صافرة معلن بداية المباراة. هذا الحكم ذو 39 عاما، الحكم صاحب التجربة المميزة، وكان مشاركا في كأس أفريقيا صايب أكيد بكل تأكيد، لكن موسى لم يكن ينتمي لهذا الفريق، كان ينتمي لشبيبة القبائل. كرة ملعوبة للناصر العالي وعرضية داخل منطقة الجزاء، إبعاد، الكرة لا زالت قائمة لمصعد فريق نادي النصر، عمر هوساوي، لا زالت لحمد هوساوي. نصر يبدأ بهجوم ضاغط، الكرة تصل لنور الدين مرابط، إذا استلمها صح ممكن تكون هجمة تنتهي بالشكل صحيح، هي عرضية. حال الدوري السعودي، يحيى الشهري عالية وعرضية على القائم الأول لكنها تبعد. الرياض أجواء أمطار، أجواء غيوم، أجواء براد، أجواء ساخنة. كرة ملعوبة، هذه أمامية، أول ظهور للفريق الجزائري، أول تقدم في الدقيقة الخامسة، كرة بمكان سليم، الغنام بعد ضربتين ركنيتين للنصر مع بداية المباراة، كرة ملعوبة ولكن صلعتين يتشابهون، كرة ملعوبة، وليد عبد الله يبطل المفاجأة الجزائرية الماضية في الهجمة. كرة ملعوبة للنصر، نتائجها حلوة مع الجزائريين، ولا المولودية، مولودية الجزائر نتائجها حلوة مع السعودية، إلى أراضي المملكة العربية السعودية في البطولات العربية. المملكة العربية السعودية ست مرات في الرياض. وعشر مرات أو تسع مرات في جدة ومرة في مكة. البطولة العربية في 94 و95 لو تتذكرون، كانت البطولة أقيمت في جدة. كرة ملعوبة بتعدي الى خارج الملعب، تهديد نصراوي يارات اليوم عكس المباراة الماضية اللي كان فيها في دكة البدلاء، كان احمد موسى بدكة البدلاء. هو الديربي، هو الديربي، الكرة امام المرمى، نصراوي في الاخوة في شمال افريقيا، هو جمع روضة روضة وروضة وروضة حتى اصبحت رياض. كرة ملعوبة عرضية بتتخلص، لا زال الدفاع الجزائري يؤدي بشكل ممتاز، أيوب عزي، هو أمور كثيرة جدا، ويلا على البر على البر على البر، ومن يرسي على بر الليلة. كرة ملعوبة تصل تتخلص إلى يحيى الشهري، أمامية سالت أمام الدفاع الجزائري. رضوان جيد قال أنا لست مهرج، أنا حكم، حكم خذ قرارك وامشي وامشي. كرة للنصر على الجهة اليمنى بتتخلص، البعض يطالب الحكم. كرة ملعوبة عالية وعرضية.
قضية داخل منطقة الجزاء لكنها بتخلص وبتبعد. أين موسى؟ موسى لعبها إذا استلمها مرابط لكن ما استلمها، الكرة تخلصت بالرياض. خلونا نقول عنده ثلاث بيوت، بيت هني وبيت هني وبيت هني، خلاص خذها نور الدين مرابط، كرة قائمة تلعب تتحول إلى ضربة ركنية. الكرة إلى خارج، أعتقد فيها خطأ الكرة الماضية لكن الحكم مرات لم يشير على وجود شيء. ضربة ركنية للنصر، هل البيومي قال اثنين النصر؟ إلى الآن ما شفنا ولا واحد. كرة ملعوبة، يحيى الكرة بتتخلص. الإسناد من الغنام لا تزال خطرة. لكن لا والله. لا زالت لا زالت لا زالت. صاحب الخطأ في اللقطة الماضية. ضربة حرة أمامية قد تلعب. أمامية قد تلعب. عالية عرضية داخل أو النقاش بيلعبها. ابعاد من راموس. يحيى الشهري عالية وعرضية، الكرة من السهلاوي على الطاير عدت إلى خارج الملعب، عدت إلى خارج الملعب. شوف هذه الكرة تهيأت بشكل جميل، سددت بشكل جميل. هذه لو تدخل انت جميل. موسى بيحاول، الكرة فيها تدخل والكرة إلى ضربة ركنية. يحيى بيلعبها أمامية، الكرة الكرة كرة غريبة عجيبة. اللقطة الماضية من بدايتها شوف الغرابة وين، لمسة اليد من المدافع كانت غريبة. نور الدين مرابط لعبها بشكل غريب ويقدر هدف محقق لفريق النصراوي. شوف 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 تهيأت خلاص تريد المرمى، ولكن نور الدين مرابط تصرف تصرف غير سليم في اللقطة الماضية وكاد أن يسجل. والله دفاع الفريق الجزائري. الغنام النصر الآن، الكرة لا زالت، يا سلام ما زالت، يا سلام أمام المرمى، يا سلام الكرة من خلالها خطأ ولمسة يد. وآخر لقطات شوط المباراة الأول هنا لمسة اليد على عمر هوساوي. شوف 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 يحيى وين المدفعجية قبل؟ وين اللي كانوا يتمنون مثل هذه الكرات قبل؟ راموس بيلعبها لكن الحارس الجزائري الرائع فريد شعال. الجزائري يخلق كل المنافذ أمامه. درارجة سيطر عليها، لعبها بتمرير خاطئ، نقل الكرة عالية، الكرة بتعود مرة ثانية لكن حمد المنصور يبالغ بالاحتفاظ بالكرة. الكرة ارتدت على مرمى فريقه ليوفاقه. الله نقشة للفريق الجزائري عن طريق درارجة يسجل لمصلحة أبناء القصبة لفخر العاصمة الجزائرية. الجزائريون يسعدون ويفرحون ويرفعون الأعلام ويتقدمون بهدف. هدف جزائري مبابط من البديل الذي بدل الأحوال وأعلن عن التقدم بهدف مقابل لا شيء لمصلحة فريق نادي مولودية الجزائر الذي استغل خطأ كبير المدافع حمد المنصور والكرة وصلت بعد ذلك بخطأ آخر. مولودية الجزائر يتقدم بهدف، أبناء القصبة يسجلون هدف. فيردي ليوني يتقدمون الآن يسجلون والجزائريون يهتفون. عاش المولودية، عاش مولودية الجزائر الذي يتقدم بهدف مقابل لا شيء، هدف مقابل لا شيء. ممتاز على الجهة اليمنى، على الكرة لبن دبكة لوليد أمام المرمى، أمام المرمى.